يزور السودان عقب مباحثات بناءة عقدها في أديس أبابا حول السد الإثيوبي. مرسي يلتقي أشتون في القاهرة اليوم لبحث العلاقات المصرية الأوروبية وعملية التحول الديمقراطي في مصر. قوات النظام السوري تكثف قصفها على مناطق في دمشق وريفها، ومصدر بمجموعة الثماني يستبعد عقد مؤتمر جنيف قبل أغسطس المقبل. الثالثة عصرا في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة نبدأها بالخبر الذي وردنا منذ قليل، حيث قررت غرفة المشورة بالمحكمة الجناح المستأنفة بشمال القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع. ويحاكم مبارك في هذه القضية لاتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة على نحو يمثل كسبا غير مشروع. كما قررت المحكمة استمرار حبس مبارك على ذمة قضايا قصور الرئاسة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ثروة الشلبي نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي والمتخصص في الشأن القضائي. أستاذ ثروة تحياتنا لحضرتك. أهلا بك يا ست الكل. من واقع حيثيات الحكم، هل سيتم الإفراج عن الرئيس السابق أم سيظل قيد السجن لوجود قضية أخرى تتعلق بالقصور الرئاسية؟ كما ذكرت حضرتك سيظل الرئيس السابق في محبسه في سجن ترى، سجن مستشفى مزرعة ترى، نظرا لاتهامه في قضية ثالثة وهي قصور استغلال نفوذ السياسي ابان حكمه في قصور نفقات مصاريف الرئاسة. هذا الحكم الذي اصدرته اليوم محكمة جناح مستأنف الأمرية بإخلاء سبيله هو الحكم الثاني الذي يحصل عليه الرئيس السابق مبارك، وسبق للمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات القاهرة أن أخلى سبيل لاستنتاجه مدة حبس الاحتياطي لمدة عامين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز، والتي يعاد محاكمته بعد قبول محكمة النقض المقدم منه أمام المستشار محمود كامل الرشيدي، والتي سوف تستأنف جلساتها يوم 7/6. أما التحقيقات وهذه هي القضية الفاصلة في الموضوع، أما القضيتين الأخريتين فلم يتم إحالتهما بعد إلى المحكمة الجنائية لأنهم ما زالوا قيد التحقيقات أمام جهاز الكسب الغير مشروع بوزارة العدل برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل. أشكرك جزيلا أستاذ ثروة الشلبي رئيس تحرير جريدة الأهالي ومتخصص في الشأن القضائي. وصل وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى الخرطوم حاملا رسالة شفهية من الرئيس محمد مرسي إلى النظير السوداني عمر البشير. تتناول المباحثات في الخرطوم العلاقات الثنائية وترتيبات لاجتماع اللجنة العليا السودانية المصرية المقرر عقدها بالقاهرة في الفترة من 3 وحتى 5 يوليو المقبل. كان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قد أشاد بقوة العلاقات بين مصر وإثيوبيا والتي تعود إلى عقود طويلة، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية وخاصة نهر النيل الذي يعد شريان الحياة لمصر. وقال عمرو خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام المباحثات حول السد بأديس أبابا، قال إن المناقشات أجريت بروح من التعاون والصداقة في إطار الرغبة المشتركة في تحقيق المنافع للجميع. وأكد مصدر دبلوماسي مصري أن الجانب الإثيوبي أدى مرونة في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الثلاثية بما فيها الرأي الفني حول مواصفات السد، بينما أصر على المضي في بنائه. و
ولمزيد من المتابعة حول نفس الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أسماء الحسيني المتخصصة في الشأن الإفريقي. يعني أستاذة أسماء أنقل إليك لهجة التفاؤل التي ورد في الخبر الذي قرأناه منذ قليل، مباحثات بناءة، مرونة من الجانب الإثيوبي، ولكن المضي في بناء السد لن يوقف، ما هو رأيك؟ نعم بالطبع، مجرد زيارة وزير الخارجية المصري والترحيب الذي سبقت هذه الزيارة من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي وتأكيده على أن الحوار هو الطريق للحل والرد الإيجابي أيضا من الرئاسة المصرية هنا على الأمر، هي خطوات إيجابية في رأيي، لكن تجري في ظل عاصفة سواء هنا في مصر أو أيضا في إثيوبيا، ما زال هناك تراشق كلامي، ما زالت هناك الهواجز والظنون والشكوك، وكل طرف يرى أن مصالحه مهددة. إثيوبيا تريد إكمال السد وترى أن هذا هو مشروعها الاستراتيجي، ونحن في مصر ليست لدينا أصلا المعلومات الكافية حول هذا السد، وهذه هي المشكلة أو المعضلة الأساسية. لكن أعتقد أن الزيارة هي بدء لحوار بين الجانبين من أجل تعاون على الصعيد السياسي وأيضا على الصعيد الفني. سيدة أسماء، ما هي فائدة الحوار إذا كان هناك أمر واقع يفرض نفسه على الأرض؟ وما هو رأيك في ما قاله السيد أو الدكتور خالد عودة في مجلس الشورى من أن مصر يجب أن تتجه للمؤسسات الدولية لوقف بناء هذا السد حتى تستكمل الدراسات حوله، وهو من حقه من حقها دوليا؟ هناك العديد من التعقيدات المحيطة بالأمر. بالطبع هناك خطأ إثيوبي في أن تمضي منفردة لبناء على السد الذي هو ليس ملكها وحدها، إنما هو سد دولي تقع عليه دول تتضرر من هذا البناء. لكن كل الخيارات اللي تحدث عنها الناس في مصر من الخيار العسكري وحتى القانوني هي خيارات تحيطها الكثير من التعقيدات. لا يمكن أن نذهب لهذه المنظمات الدولية إلا إذا كان لدينا إثبات أن هناك ضرر حقيقي على مصر يقع عليها من بناء هذا السد، وهو ما يستلزم أن تكون هناك شهادات، أن تكون هناك توثيق. عفوا أستاذة أسماء، أليس عدم استكمال الدراسات الكافية والمقنعة حول هذا السد يمكن أن يؤشر إلى أضرار مستقبلية؟ نعم بالطبع، سد بهذا يعني لجنة ثلاثية محايدة أشارت إلى أن الدراسات ليست كافية. نعم، هذه المعضلة، أن الدراسات غير كافية، أن الجانب الإثيوبي امتنع عن تقديم الدراسات الكافية إلى اللجنة الثلاثية، وهو ما يجب أن يكون هناك إلحاح من مصر على ضرورة تقديم هذه الدراسات، ليس فقط لكي يثبت أن السد يضر بنا، وإنما أيضا لكي يكون هناك تعاون، ألا يكون هناك ضرر مشترك على الجميع، لأنه إذا السد معامل الأمان فيه ضعيف فعلا سيكون فيه إدراك لمصر وأيضا للسودان ولإثيوبيا. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعاون، يجب أن يكون هناك خطة شاملة بالنسبة لمصر في تحركها، وهذا يقتضي أن يكون الوضع المصري أكثر اتزانا وأكثر ثباتا وأكثر توحدا تجاه ما ينبغي فعله في هذا الملف. أخيرا ومن وجهة نظرك، ما هو رأيك في موقف السودان يعني غير المتطابق مع مصر في هذه القضية تحديدا؟ نعم، بالإعلان السودان مؤخرا عن أنها لا تمانع في السد لم يكن خطوة مفاجئة لأي مراقب حقيقي. نحن نتغافل عن وقائع الأمور في كثير من الأحيان، وموقف السودان الشمالي وأيضا السودان الجنوبي كان متوقع، ويجب أن تكون لمصر مساراتها المنفردة، لأنها الآن تقف وحدها والدول كلها من حولها تبحث عن مصالحها، تتحرك وحدها بمفردها وأيضا تنسق مع بقية الدول. هذا أمر مهم جدا. نعم بالطبع، يجب أن نبحث نحن أيضا عن مصالحنا. السيدة أسماء الحسيني المتخصصة في الشأن الإفريقي كنت معنا على الهاتف، شكرا جزيلا لك. تصل ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون اليوم إلى القاهرة ضمن جولتها في المنطقة التي تضم أيضا كل من بغداد وبيروت.
وتلتقي أشتون خلال زيارتها لمصر الرئيس محمد مرسي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، كما تلتقي عددا من رموز المعارضة لبحث العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطورات عملية التحول الديمقراطي في مصر. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مفوضة السياسة الأوروبية ستجدد خلال لقاءاتها دعم الاتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في مصر وأهمية المصالحة الوطنية. قالت مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتورة باكينام الشرقاوي إن مجلس النواب القادم سيناقش حزمة من التشريعات الداعمة للمرأة المصرية. جاءت تصريحات الشرقاوي خلال انعقاد ورشة العمل الرابعة بعنوان الحقوق السياسية للمرأة، وذلك تحت رعاية الرئيس محمد مرسي بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، وفي إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة. ورفضت مساعد رئيس الجمهورية وصف الوضع الحالي للمرأة المصرية بالمتدهور، مؤكدة على أن النظام الحالي ورث وضع المرأة وأنه يعمل جاهدا على تحسين حقوق السياسية. أعتقد ماذا نعني بالسياسة؟ استأنفت محكمة جنايات القاهرة بتجمع الخامس ثاني جلسات محاكمة 19 متهما بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية والاعتداء على رجال الشرطة المكلفين بالحماية، وذلك يومي 11 و12 من شهر فبراير الماضي. كانت هيئة المحكمة قررت التأجيل للجلسة الماضية لإخراج رئيس أو لإختار رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة لعرض الاسطوانات في مواجهته. واجهت النيابة للمتهمين تخريب المنشآت العامة واستخدام القوة والعنف ضد رجال الشرطة. يستكمل جهاز الكسب غير المشروع التحقيق مع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق بعد صرفه أمس من سراء التحقيق بالضمان المالي السابق سداده للجهاز وقدره 100,000 جنيه في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع عبر استغلاله للنفوذ منصبه. جاء التحقيق مع سرور بعد ظهور أدلة جديدة تؤكد تحقيقه كسبا غير مشروع. لم تكن الأجهزة الرقابية انتهت من إعداد تقرير بشأن ذلك أو بشأن تلك الأموال خلال التحقيقات الأولى معه. نعم، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل الشهيد ملازم أول محمد ياسر حسني من قوة مديرية أمن القليوبية والذي استشهد فجر اليوم. من جانبها قررت وزارة الداخلية إقامة جنازة عسكرية بمسجد الشرطة بالدراسة للضابط الشهيد الذي استشهد بشبرا الخيمة أثناء تأديته لواجبه الوظيفي عقب تلقيه بلاغا من الأهالي بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة ويقومون بسرقة المارة تحت تهديد السلاح. ولدى اقتراب القوة المرافقة للملازم الشهيد من سيارة الجناة بادر مستقلوها بإطلاق وابل من الأعير النارية تجاه قوة الشرطة، ما أسفر عن إصابته بطلق ناري في رقبته أدى إلى استشهاده في حين تمكن المتهمون من الفرار. صرح مصدر بالقوات المسلحة بأن حادث استشهاد فردين وإصابة 14 آخرين صباح اليوم بأسيوط جاء بسبب انفجار دالة مدفع في إطار خطة التخلص من الذخائر منتهية الصلاحية بإحدى الوحدات العسكرية للمنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط. وأضاف المصدر أن بين المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. بدوره صرح العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي بأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على تخصيص طائرة عسكرية لإخلاء المصابين في الحادث الذين تستدعي حالاتهم رعاية خاصة، وذلك للعلاج بمستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة. نتحول إلى الملف السوري، وإلى أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 22 شخصا على يد قوات النظام معظمهم في دمشق وفي ريفها، مشيرة إلى أن الجيش الحر استهدف بقذائف الهاون تجمعا لشبيحة النظام في حي القدم بالعاصمة دمشق.
يأتي هذا في وقت كثفت فيه قوات النظام قصفها على مدينة دارية وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى واحتراق عدد من المنازل. من جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عددا من الأحياء المحاصرة بمحافظة تعرضت لقصف عنيف بقذائف الهول، بينما سقط 3 قتلى من عناصر القوات النظامية في حي جورة الشياح، كما شهدت قرى ريف اللاذقية قصفا بالطيران والمدفعية، فيما استهدف الجيش السوري الحر مواقع النظام في كتيبة شمالية مدينة الرستن بريف حمص، بالإضافة إلى مواقع أخرى تابعة للنظام السوري. دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قراره بإمداد المعارضة السورية في وقت لاحق بمساعدات عسكرية، بينما أعلن أوباما عن مساعدات إنسانية جديدة للشعب السوري تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار. وستخصص المساعدات للتخفيف عن معاناة السوريين ومساعدة الدول المجاورة على تحمل نفقات معسكرات اللاجئين. من ناحية أخرى، قال مصدر قريب من محادثات مجموعة الثماني إنه من غير المرجح عقد مؤتمر دولي للسلام يهدف لإنهاء الصراع في سوريا قبل أغسطس المقبل، وذلك بعد أن اختلف زعماء المجموعة مع روسيا حول طبيعة الحكومة.